السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وبإذن الله هنشوف مع بعض النهاردة بالفيديو إنتاج الزغاليل بتاعنا وإنتاج الحمام، على أساس إن أنا كنت وعدتكم في الفيديو اللي فات وقلت لكم إن شاء الله هنشوف الزغاليل، بس علشان الفيديو ما تولش عليكم ما لحقتش إن أنا أوريكم الإنتاج عندي. في ناس كتير يعني بتبقى بتطلب بتقول عايزين نشوف الزغاليل مش هيما، عايزين نشوف الانتاج. ان شاء الله هنشوف مع بعض كل الكلام ده، بس يا ريت ما لاقيش تعليقات سلبيه يا جماعه، يعني انا عايزه بس ما حدش يقول لي تعليقات سلبيه خالص في الفيديو دوت. ما حدش يقول لي لا الزغاليل تحتها كذا. الزغاليل يا جماعه عشان بس نبقى يعني واضحين مع بعض، ما بحبش هنا انضف لها على طول على ولا كل يوم، الزغاليل بالذات الصغيره اللي هي بتبقى لسه طالعه دي، تمام؟ فده مبدئيا كده قبل ما نخش الفيديو بتاعنا، لان انا بلاقي دايما اي فيديو كده حتى لو الفيديو بسم الله ما شاء الله كويس وزي الفل، برضه بلاقي فيه يعني تعليقات سلبيه. هي بتبقى في ناس كده ربنا مقعدها للتعليقات السلبيه وبس، تمام؟ يلا كده كل حبايبي اللي موجودين على القناه يضغطوا لايك للفيديو كده وشيروه علشان ناس كتير تستفاد، والفيديو ان شاء الله يتشاف ويتشهر باذن الله، تمام؟ تعالوا بقى كده نبدا الفيديو بتاعنا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا كده اول حاجه هنعرف الزغاليل بتاعتنا الاول. وعلى فكره يا جماعه الفيديو دوت فيه برضه وصفه كويسه جدا، اقول لكم الوصفه ديت بتعالج ايه وايه، علشان طبعا احنا في الصيف، يعني احنا في الصيف وبتبقى في الصيف بيبقى في اسهالات كتير، في مشاكل كتير، وان شاء الله انا عامله وصفه كويسه جدا يمكن انتوا اول مره هتشوفوها معايا. وبصراحه كده علشان يعني اكون واضحه معاكم، الوصفه ديت انا جايباها من واحد، انا اقدر اقول لك واحد يعني ما شاء الله بيربي حمام بكميات كبيره جدا، وبرده كله يعني كل علاجاته بتبقى بالاعشاب، هو ما بيستعملش العلاج البيطري خالص، كل علاجاته بتبقى بالاعشاب. فهو يعني لما عرف ان انا فاتحه قناه وكده فهو يعني قال لي المعلومه دي، فقلت برده اطلع افيدكم بيها، وقبل ما افيدكم بيها اجربها انا برده، والحمد لله لقيتها كويسه جدا. وعلى فكره يا جماعه هو مش فاتح قناه علشان برده هو زي ما سامعني دلوقتي وانا بقول لكم، تمام؟ تعالوا بقى كده ندخل الفيديو بتاعنا وهنعرف كده الحمام بتاعنا الاول ونشوف الانتاج بتاعنا، وهعمل لكم برده الوصفه بتاعتنا. الوصفه دي هتبقى كويسه جدا، هتفيدكم جدا، يعني الناس كتير اللي هي اللي دايما بتشتكي هتفيدكم جدا. تعالوا بقى كده نعرف الحمام الاول عشان اعرف اتكلمكم، عشان ما يفضلش يعمل هيجان كده وانا بتكلم. هنقول لكم بقى كده الاول، الناس برضو اللي انا وعدتها الفيديو اللي فات وقلت لكم يعني هقول لكم على الكلفه، لان كانت في ناس بتسال الكلفه يا جماعه اللي انا بشتريها ده بشتريها جاهزه، ما بعملهاش على ايديا ولا حاجه. صحيح لما بيكون عندي العلف خلصان ساعات بعمل على ايديا، كنت قلت لكم يا جماعه انا بعمل ايه وايه، يعني هي يعتبر عباره عن دور ابيض ودور اصفر وبسله وفول ودور عويجة وفيها حاجات كتير، قدر بسله هي، وساعات برضو بلاقي فاصوليا، يعني كل حاجه كل الحبوب يا جماعه بتبقى موجوده في اهي، عشان تكون واضحه لكم. الناس اللي سالتني انا عارفه ان انا قلت لكم كتير قوي عليها، بس برضو لغايه دلوقتي بلاقي في ناس بتقول لي الكلفه شكلها ايه. دي يا جماعه ان انا بشتريها جاهزه، بتبقى برضو فيها غله وفيها علف بياض، فيها كل حاجه، كل الاعشاب وكل الحبوب، قصدي كل الحبوب بتبقى موجوده هنا اهو. ده الفول وده الذره وده الذره العواجه، مش عارفه الذره العواجه اهو يا جماعه بيبقى يعني ايه صغير كده، عامل زي البذر كده، زي الحبوب الصغير. وده الغله اهيت، هنحط بس الحمام ياكلوا. اهي بس ايه يعني انا عشان هم وراهم زغاليل كتير، يعني ما شاء الله في زغاليل كتير عندي، بجيب علف بجيب لهم علف كده يعني شويه زي دول كده، وام قلباهم على الكلفه بتاعتهم. الناس اللي هي بتشتكي بتقول الحمام عنده ضعيف، بس انتوا كل مره كده اهو تحط لهم شويه علف زي ما انا حطيت كده اهو، ما تكترش. هو العلف مش بيليس يا جماعه ولا حاجه، الناس اللي بتخاف العلف يليس، هو مش بيليس، بالعكس هو بيغذي الزغاليل الصغيره بتخليها تشيل اللحم كويس جدا. تعالوا بقى كده نعلف مع بعض الحمام عشان طبعا هو شكله كده جعان. اهوت قبل ما اوريكم الانتاج يا جماعه علشان الناس يعني ايه، في ناس بتبقى تستعجل كده وبتقول الباقه مش الباقه، تعالوا نشوف الوصفه مع بعض، واللي حابب اللي هو يفضل معايا ونشوف الانتاج مع بعض سوا يفضل ماشي، اللي مش حابب وحابب ان هو يشوف الوصفه ويخرج من الفيديو مفيش مشكله خالص يا جماعه، اعملوا لايك كده وتعالوا يلا نشوف مع بعض الوصفه.
ودلوقتي يا جماعه هنحضر الوصفه بتاعتنا النهارده مع بعض. وصفتنا النهارده عباره عن ايه؟ عن معلقه زعتر كبيره زي ما انتم شايفين كده، والمعلقه الثانيه بابونج. يمكن انتوا اول مره هتستغربوا معايا الوصفه دي، بس قبل ما اطلع واقول لكم على الوصفه دي، فعلا انا جربتها، هي ما شاء الله كويسه جدا جدا، حتى في علاج الروشه كمان يا جماعه. الناس تسال على علاج الروشه، ده كويسه جدا في الحالات اللي زي دي، وبرده هقول لكم هي بتعمل ايه الوصفه دي يا جماعه. ده بتعمل سيوله، بس اهم حاجه لو انت عندك حمام مجروح بيسقط دم من رجله من جناحه من الحاجات دي كلها، ما ياخدش الوصفه ديت، لان ديت بتعمل سيوله في الدم، ده ممكن لا قدر الله تخلي الحمام المجروح عندك ينزف اكتر. ده بس يا جماعه احنا ما بنديش الوصفه ديت للحالات اللي زي ديت بس، انما غير كده هقدر اقول لك اديها له، حتى لو الحمام عنده اسهال، لان ده بيعالج الاسهال. الحاجتين الاثنين دول فيهم ماده قبضه كويسه جدا للاسهالات، كويس جدا برضو للمشاكل المعوية، حلو قوي للجهاز. لو الحمام عندك مثلا، يعني ساعات بنحس ان الحمام كده في خرفشة في صدره، في حاجات، يعني اقدر اقولك الشعب الهوائية بمعنى اصح. تمام، تعالوا بقى كده نشوف احنا هنعملها ازاي ونحضرها ازاي. طبعا الاعشاب ما بتتغلاش يا جماعة، هنعمل فيها ايه بقى؟ انا عندي المية المغلية اهيت، ده كده المية المغلية، وهحط فيها الوصفة بتاعتي دي بالشكل ده كده اهو، وهدوبهم هقلبهم كويس جدا علشان اقدر استفيد بالحاجات، يعني استخلص الحاجات اللي هي في قلبها ديت واستفيد بالمية بتاعتها. يبقى هو ده كده خلاص انا قلبتها كويس جدا. بعد كده بعمل ايه؟ بغطي عليها اهو، هسيبها كده هغطي عليها طبعا علشان البخار بتاعتي. البخار ده يا جماعه ده في الفايده كلها، انا عايزه البخار دوت يعني استفيد منه، هغطي عليه علشان ما يتبخرش. تمام، هسيبها كده لغايه ما تبرد وهقول لكم ان شاء الله هنعمل ايه. ورجعنا لكم تاني يا جماعه اهوت، ده الوصفه اللي احنا عملناها مع بعض، سبتها خالص لغايه ما بردت. طبعا انا كنت مغطيه عليها عشان طبعا انا قلت لكم يا جماعه البخار مش عايزاه يتبخر. هحط بقى كده على كل ساقيه شويه بالشكل ده كده اهو، يعني اللي انا عملتهم دولت انا هوزعهم على الساقيات كلها. لسه في ساقيه رابعه هنحط لها برده شويه دومت كده. حمد دي قامت من على البيض، هي كانت نايمه واحنا بنصور جارها فخدت. تعالوا بقى نحط كده الوصفه للحمام يشرب. ده كده يا جماعه انا حطيت الوصفه يعني دلوقتي للحمام، الوقت هم اكلهم وقدامهم الميه اللي هم بيشربهم. بسم الله ما شاء الله اهو، الوصفه دي كويسه جدا، يا ريت ان انتوا تعملوها حتى مره مرتين في الاسبوع، ده هتبقى حلوه قوي، بتعالج كل المشاكل يا جماعه. انا قلت لكم طبعا عشان ما نكررش الكلام تاني، قلت لكم هي بتعالج ايه وبتعمل ايه، بس هي كويسه جدا حتى في الانتاج كمان، يعني الحمام عندك لما تكون صحته كويسه الانتاج بتاعه بيبقى كويس. تمام، تعالوا بقى كده نشوف مع بعض الانتاج بتاعنا، بس هنرجع من ورا علشان نجيبه من الاول. تعالوا يلا، تعالوا كده بقى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه ده امهم ايمن من علومهم، بس هم بسم الله ما شاء الله، يعني شايفين اهو واكل وشابع وشبعان وزي الفل. ده يا جماعه بقى عشان الناس اللي هي بتقول النظافه، خلي بالكم يعني يمكن حاجه بسيطه ما تذكرش، وما دام ناشفه خلاصي، بس ساعات بلاقي الناس تقول النظافه مش النظافه. انا عارفه يا جماعه انا بعمل ايه، الحمام بالذات هو صغير، الحمام هو صغير ما ينفعش ان هو يتشال، يعني ما تشيليش الحمام وهو صغير. ليه؟ لان هو ممكن يموت، يمكن كان من زمان انا ما كانش لسه عندي خلفيه وما كانش لسه انا عندي تجربه عن الحمام، كنت اشيل الحمام وهو صغير خالص كده على ايديا. يمكن لو انا قلت لكم في حمامه مات على ايديا وانا شايلاه وهو لسه صغير كده مش هتصدقوا، علشان كده انا ما بحبش اشيل الحمام واغير له كتير، ده في البدايه خالص علشان بس التعليقات اللي هي ايه يعني الحلوه اللي هي تبقى تيجي دي. تمام، دي اول حاجه منورك لكم، ده جنب منها بسم الله ما شاء الله، يعني هي لسه مقربه عندي ان شاء الله، ممكن قدامها يومين ثلاثه كده ديت. في تحت خالص هنا تحت خالص هناك اهي، ده برضو بطلع بس هي علشان تحت خالص لسه صغير ما ينفعش ان انا يعني ايه اشيله. ده كده هنا برضو هي لسه واحده يعني اولادش لسه بيض، تحت خالص هنا برضو نايمة على بيضها، بس مش عارفه طلعت ولا لسه بصراحه. لا ده هي بس زغلوله صغيره، دي زغلوله صغيره. طيب تعالوا بقى نشوف الباقي. هنا برضه ايه بسم الله ما شاء الله، يعني دي نايمه على عيالها اهيت، مش عايزه اقومها بقى عشان ما تهجش وتقوم لانهم لسه صغيرين قوي. دي لسه داخله اهيت، يعني لما شافتني كده قربت عند الصفيحه راحت جايه على طول جاريه جاري واقفه على عيالها هنا ما شاء الله. قامت خرجت اهيت،
رحب سيبة اهو بسم الله ما شاء الله، يعني هو كله يعتبر لسه جديد، لان يعني كان عندي دفعه قبل كده قطفتها، وده كله كده يعتبر لسه جديد. اللي مطلع بقى واللي بايظ هنسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا دي لسه ما طلعتش، هي باذن الله لسه على بطنها. بسم الله الرحمن الرحيم، دي برضو لسه نايمة على بيض. هنا برضو بسم الله ما شاء الله طلعت واحدة ولسه واحدة اهي، بس معرفش هي تطلعها ولا لا بصراحة. يعني انا سايبها حتى لو ما طلعتهاش، لو انت عندك الحمام ما طلعش الا واحدة بس، حاولي ان انت ما تشيليش البيضة من جر الا ما تبقى الحمامة تكبر معاك. ليه؟ لان البيضة ديت اللي هي حتى لو هي يعني رايقة مش هتطلع، ده بتدفي الحمام معاك، حاولي ان انت ما تشيليهاش. ده كده اهو، ده بقى يا جماعه يعني كبير شويه، دي اعتبر اخر حاجه هوريها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، علشان الفيديو هيطول قوي لو انا طولت اكتر من كده، وباذن الله هعمل لكم حلقه مخصوصه اوريكم فيها كل الصفايح عندي، لان بسم الله ما شاء الله لو انا قعدت يعني اخدت كل الصفايح الفيديو كله هيخلص، هقعد ساعه يعني بمعنى اصح كده، هقعد ساعه وانا بوريكم الزغال والانتاج كله. فان شاء الله كده كل يعني كل فيديو كده هوريكم شويه، تمام. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، وما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.